نرجعو حنا خصنا نوقفو معاهم لحد الان. هما كيقول لك هادشي كامل اللي دوزوه في كره، قال لك بمثابه المغرب زعما اللي اهلهم وخلى لهم هاد الفرحه كاملين اللي كيدوزوا المباراه بعد المباراه. ولا دات كون ديفوار الكاس راه داتو المغرب، لاننا حنا اللي هديناهم داك الفوز الثمين. الي الكو ديفوار، الي الكو ديفوار. كنشجع الكو ديفوار. علاش؟ لحقاش هما شجعونا حتى حنا خصنا نشجعو. موقفوا معنا الرجال حتى حنا خصنا نوقفوا معاهم. وانا مأكد 100% باللي الكو ديفوار هي اللي غتدي ان شاء الله هذا الكان. كنقول لهم شكرا بزاف وانتم ديما معنا حتى حنا ديما معكم. الي الكو ديفوار، الي الكو ديفوار، الي الكو ديفوار. حنا ديما كو ديفواريين. لا كو ديفوار. علاش؟ كو ديفوار يعني عندهم حب مع المغرب وهذاك الشيء. مبروك عليهم الفوز ان شاء الله اليوم، نتمنى لهم الفوز ان شاء الله، يتوفقوا في الكاس الافريقي ان شاء الله. تايق فيهم انهم غادي يديو اللقب هاد السنه ان شاء الله. طبيعه الحال هذيك كوت ديفوار هذيك من طبيعه الحال خوتنا وحبابنا كما كيقولوا بحالهم، هما بحالهم بحال السنغال تقريبا، زعما كيعاودوا لي الدراري كاع كنعرفهم مشاو تما لكوت ديفوار فاش كان المنتخب تما، قال لك زعما كيتعاملوا معاهم واحد المعامله بحالهم بحال السنغاليين زعما، واحد الطيبوبه كاين اللي كاع قال لك عارضين عليهم ديك اللعبه للدار وكالوا وشربوا وجلسوا زعما تما، كنتمناو لهم حتى هما ان شاء الله يفوزوا. وتا هما راه من ديك العطف اللي داروا معاهم بحال اللي نقولوا فاش كانوا ربحوا ودازوا، لحد الان هما كيقول لك هادشي كامل اللي دوزوه في كره، قال لك بمثابه المغرب زعما اللي اهلهم وخلى لهم هاد الفرحه كاملين اللي كيدوزوا المباراه بعد المباراه، قال لي بالنسبه لهم المغرب هي اللي زعما اهلاتهم واللي خلاتهم بحال هكا بقاو في فينار. وكنتمناو لهم ان شاء الله حد موفق، ونتمناو لهم يفوزوا علاش لا، ونتمناو لهم حظ المنتخب الوطني حتى هو يكون بحالهم ان شاء الله. وبصراحه انا غنشجع الكون ديفوار، لان الكون ديفوار تيبقى واحد الفريق اللي حنا اللي نجحناهم، لو كان ما كانش المغرب لو كان كون ديفوار كانت خارج فهاد المنافسه. ولا دات كون ديفوار الكاس راه داتو المغرب، لاننا حنا اللي هديناهم داك الفوز الثمين، ولكن حتى هما ما تينشاوش الخير ديالنا بان كما شفتوا في الاحتفالات. يعني عرفتي دات كون ديفوار الكاس راه غادي يحتفلوا في المغرب، عرفتي شنو راه غادي بحال حنا اللي دينا الكاس. لهذا تنقول كون ديفوار غتربح ان شاء الله، وبيف وعاش سيدي محمد السادس الله يحفظه لنا.